بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل كورس ازاي نختار قالب لمدونة بلوجر، وده الجزء الثاني من الدرس الاول. خلاص احنا زي ما انت شفت في الجزء الاولاني خلصنا، اخترنا اسم المدونة اللي احنا نروج لمنتجات الصحة والجمال، وعملنا اول موضوع اهوت، وحطينا اللينك الافلييت بتاعنا. ولو انت ضغطت على مثلا اللينك ده كده فبيحولك لموقع المنتج او صفحة المنتج. اللي هيدخل هنا هيشتري المنتج، طبعا انت بتاخد كوميشن او عمولة لانه جاي عن طريقك، والمنتج ده احنا مختارينه محقق مبيعات 800 مبيع قبل كده، يعني المنتج ده رائج وفيه اكتر من 10 منتجات منه موجودين، يعني المنتج موجود على ايبي باستمرار، والكلام ده لسه هنشرحه قدامه وهنتعلمه. هنيجي بقى نغير القالب بتاع بلوجر. هندخل على موقع زي الموقع ده اسمه mybloogthemes.com. الموقع ده انا مش بروج له ولا حاجه، انت ممكن تختار اي سيم او اي موقع تختاره. مجرد ان انت بتكتب فري تمبليت بلوجر بيجي لك مواقع كتيرة جدا. الموقع ده يعني في قوالب او قوالب لبلوجر جميلة جدا. انت هنا اخترنا طبعا المدونة بتاعتنا هيلث اند بيوتي، فلو كتبنا مثلا الكلمة دي، خدنا الكلمة دي كوبي وبدأنا نبحث عن في نفس الموقع ده، بدأنا نبحث عن قالب خاص بالصحة والجمال، نشوف جايز في قوالب خاصة بالصحة والجمال. طبعا بيبقى عليها رسومات او يبقى شكلها يعني جميل شوية، ونشوف هل هو ممكن يجيب لنا قالب نقدر نستخدمه ولا لا. ده نعمل بحث تاني ونحاول نشيل اند دي. هنا بحثنا على كلمة واحدة وهي كلمة بيوتي. طبعا هو هنا كاتب لك كمان سي اول، شوف كل التمبلات، هو كاتب لك كمان هنا انواع من القوالب حتى في اونلاين ستور اهوت، وفيها حاجات تانية زي الفاشن بيوتي برضو انت ممكن تختار قالب منها. دي طبعا القوالب اللي قدامنا، انت ممكن تختار قالب من القوالب دي، بيبقى قالب جميل وبيبدأ طبعا كل الكلام ده عن البيوتي اند هيلث اند بيوتي. فلو احنا جينا هنا اخترنا حسب التقسيمه بتاعته بالفاشن وبيوتي، طبعا هيدخلك على الملابس والكلام ده، فاحنا هنختار هنا قالب من القوالب دي مناسب للمنتجات بتاعتنا وليكن القالب ده، وهنختار له داونلود. انا ماشي معاك خطوة خطوة، داونلود تمبليت او سيم. بيتحمل القالب تحت خالص هنا، بعدين بتفتح عرض التنزيلات، لسه ما نزلوش او ما حملوش. بعد ما حملنا القالب هندخل على سيم، وبعدين باك اب، وبعدين بنختار الملف، بنروح للمكان الحفظ اهو، هو ده السيم، ونشوف هيحمل معانا ولا لا، ونقول له ابلود.
بدأ شكل المدونة معانا يتغير. خلاص، وبعدين هنقول له نروح بعد ما خلاص حملنا القالب نبدأ نشوف شكل المدونة فيو لوج. أصبح ده شكل المدونة بتاعتنا، إن كل موضوع هيبقى بالاختصار ده كده عنوانه، وبعدين نبذة مختصرة عنه، وهنا اسم المدونة. طبعا انت بتقدر تختار اي نموذج من النماذج، ولكن انا يعني بوريك ازاي تقدر تحمل قالب للبلوجر. القالب ده طبعا الموضوع التاني هيجي بصورة كده جنب ده كده، ويبقى يعني ايه شكله او الصفحة فيها اكتر من قالب من القوالب. بكده احنا اخترنا القالب وازاي بتحمل القالب، واي قالب لبلوجر انت بتقدر تستخدمه. وفي قوالب تانية ممكن تعمل المدونة دي على هيئة ستور او متجر، وهنشوف القالب ده وهنغيره دلوقتي مع بعض. هذا الموقع التاني اللي هو ماي بلوج سيم، وكتبنا ستور كلمة ستور او متجر، وهنختار مثلا القالب ده علشان نعمله شكل المنتج ده او شكل المدونة دي. وهنشوف شكل المدونة قبل ما نحملها، هنشوف لايف ديمو، نسخة لايف ديمو قبل ما نحمل القالب ده. ده شكل القالب اللي احنا عايزينه، وطبعا الشكل ده مش عاجبنا، نجيب قالب تاني. ده قالب اخترناه تاني بعد القالب الاول، بيجيب لك الموضوع وصورته وريد مور يعني اقرأ. ده بيبقى بيعرض اكتر من موضوع، وفي نفس الوقت في تقسيمات تحت بتقدر تغيرها زي الاقسام وزي البوستات البوبيولار بوستس يعني البوستات المشهورة. فالقالب ده هنبدأ نركبه على المدونة اللي احنا عملناها. هنروح تاني على السيم وهنبدأ طبعا احنا فيه هنختار قالب تاني اللي احنا حملناه دلوقت اللي اسمه فاستر. هذا القالب بتاعنا، ونعمل له ابلود. بدأ القالب يتحمل خلاص، ونبدأ نشوف البلوجر بتاعتنا او المدونة بتاعتنا شكلها ازاي. خلاص ادى المدونة بتاعتنا، هينزل كل بوست من ده تحت التاني على طول، تحت ده على طول، وبعدين عندنا هنا كل البوستات اهو تحت، وبعدين هتقدر هنا تنزل بوبولار بوست من الادوات اللي على اليمين، ويبدأ ينزل كل موضوع تحت التاني. وطبعا في طرق انك تشيل الكلام ده، اللي عارف بلوجر بيقدر يعمله. بتبدأ تروج لمنتجاتك، هنا بتفتح يقولك ريد مور، تضغط يفتح لك الموضوع كامل، وبجيب لك جزء مختصر ويفتح لك الموضوع كامل. واللي بيضغط على باي ناو بيحولك على طول لموقع او اللينك بتاع او صفحة المنتج اللي انت بتروج فيه اللي هو ده. واللي بيضغط هنا باي ات ناو او ادت كارت بيبدأ تاخد انت عليه عمولة. بكده احنا نكون عرفنا ازاي نختار منتج، وعرفنا ازاي عرفنا ازاي نعمل مدونة، وازاي نحط منتج، وازاي نغير في عنوان المنتج. ما نكتبش عنوان المنتج هو نفسه عنوان
المنتج على الموقع، لان لما تحط نفس العنوان عمر الزوار ما هيجولك، هيجوا للموقع الاساسي، لانه طبعا موقع اكبر منك وانت مدونة مجانية. الى جانب ان انت بتتبع بقى طرق العنوان وتحتيه، يعني عنوان الموضوع وتحتيه اللينك بتاعك، وبتبدأ تروجه على تويتر بالشكل ده. يعني انت بتبدأ تجيب هنا العنوان ده اهو، how to get right of assume and body building، هنا العنوان ده اهو اهو نسخ اهو لسه هنا اهو، وبعدين بتبدأ تحطه هنا، وبعدين بتحط اللينك اللي هو بتاع الافلييت، هتجيبه بسهولة اهو، لينك الافلييت اهو نسخ عنوان الرابط اهو، بتبدأ تحطه هنا اهو. طبعا اللينك كبير جدا تحت الاسم، فبتدخل على موقع زي موقع بيتلي يو ار ال، ده موقع بيختصر العناوين او بيختصر الروابط، وبتبدأ تحط الرابط بتاعك وتختصره عادي جدا زي ما انت شايف كده، بي اي تي ال واي. هسيب لك انا عنوان او رابط الموقع ده هنا، هذا كل العنوان ده، وهو بيختصره لك في الكلام ده اهو نسخ، وبعدين هتروح على الترانزليشن بتاعك او المكان اللي احنا حافظين فيه العنوان اهو، هتاخد كل الكلام ده هتشيله اهو، وادا اللينك بتاعك، وادا عنوان الموضوع، تاخد ده كوبي وتروح تحطه كموضوع مع صورة في تويتر او في الفيسبوك او في الصفحات اللي مهتمة بالموضوع اللي انت بتشرح فيه او بتروج للمنتج فيه، والكلام ده لسه هنشرحه في الدروس اللي جاي. بكده نكون انهينا الدرس الاول، وكان على جزئين، ازاي نختار مدونة، وازاي نحط منتج، وازاي نغير العنوان، وازاي نختصر الروابط. الى ان القاك في الدرس الثاني ان شاء الله تعالى، والدرس الثاني هنكمل مع بعض حتى نستطيع ان احنا نجد فرصة عمل باذن الله تعالى. اذا عجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك، ولا تبخل علينا بتعليق، ولا تبخل علينا بشير حتى تعم الفائدة. الى ان القاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.